سعيد حيان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كنتواجدوا بمدرسة سيدي عبد الله الإيكولوجية الدامجة بالعييدة في هذه الدورة الثانية لهذا الملتقى الثقافي اللي كيدخل في إطار انفتاح المؤسسة على المحيط وعلى الموروث الثقافي والموروث الحضاري ديال المغرب عبر تيمات سنوية. التيمة ديال هذه السنة كانت هي مدينة وزان، شفناها حاضرة في ورشات، في مجموعة من الاحتفالات، مجموعة من الوضعيات اللي نشطوها للأطفال والطفلات ديال التعليم الأولي عبر الأغنية، عبر تقديم بعض الأكلات، بعض ما يميز هاد المنطقة العزيزة. وهذا كله يعني كما قلت هو كيجي في إطار انفتاح المؤسسة وأجراءات هذا المفهوم ديال انفتاح المؤسسة على المحيط وعلى الموروث الثقافي والموروث الحضاري والغنى الثقافي والحضاري اللي كتعرفوا بلادنا. كل شكر وتقدير لإدارة المؤسسة والطاقم التربوي ديال المؤسسة والحضور أيضا، لأن اللقاء الثاني الدورة الثانية كانت بحضور مجموعة من المؤسسات اللي كتنتمي للجماعات العييدة المقاطعات العييدة. جميل أيضا وفي إطار هذا الانفتاح ديال المؤسسة ماشي على المكونات التربوية ولكن أيضا على الأمهات والآباء. شفنا أن ورشات كتأطرهم أمهات ديال الطفلات وديال الأطفال ديال التعليم الأولي، وهذا شيء جميل جدا، تنزيل هاد الانسجام، هاد اللحمة، هاد التعبئة اللي كاينة حول المدرسة بمساهمة الجميع، ماشي غير الإدارة التربوية، ماشي غير هيئة التدريس، بل أيضا آباء وأمهات التلاميذ، إضافة للمجتمع المدني أيضا اللي كنشكروا الجمعية أيضا اللي جات خصيصا من المدينة المحتفى بها وزان للمساهمة في هذه الدورة الثانية لهذا الملتقى الثقافي والحضاري. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إدريس شباك، مدير مدرسة سيدي عبد الله بمنطقة العييدة. في إطار تفعيل القانون الإطار 51/17 خصوصا المشروع 10 اللي كيعتني بالارتقاء بالحياة المدرسية والمشروع اللي تيهم التعليم الأولي، كتنظم مدرسة سيدي عبد الله اليوم بتنسيق مع معبيات التعليم الأولي والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي واحد الموضوع، واحد التيمة اللي كنشتغلوا عليها اللي كتقاطع مع المنهاج مع البرنامج ديال التعليم الأولي واللي كتهتم أتعرف على بلادي. واليوم اختارينا واحد المدينة مغربية هي مدينة وزان اللي حاضرة معنا هنا بالأطر ديالها، اللي غادي يحاولوا من خلالها أطفال التعليم الأولي أنهم يتعرفوا على هذه المنطقة كنموذج من مناطق المغربية من خلال تعرف الموروث الثقافي ديالها والحضاري، وذلك من خلال مجموعة من الورشات اللي كيتنظموا هنا في المؤسسة واللي المستهدفين فيها هما أطفال ديال التعليم الأولي، اللي حاولنا نوزعهم على مجموعة من الورشات، مجموعة من المعامل التربوية اللي غادي تشوفوها فيما بعد، واللي كتهم أنها تعرف التنوع الحضاري والثقافي للمغرب. وهذه الدورة الثانية اللي كنعقدوها هذه السنة بعد ما عقدنا الدورة الأولى السنة الماضية. تعتبر مدرسة سيدي عبد الله هي أول مدرسة كتنفتح على هذه التجربة هذه، لأن أعتبرها تجربة فريدة من نوعها وفريدة تجربة جديدة. وحنا دأبنا وخلقنا واحد السنة على أن كل سنة كنتعاملوا ولا كنحضروا واحد المنطقة معينة. العام اللي فات حضرنا منطقة أيضا من الشمال، وهذه السنة حضرنا منطقة ديال وزان. واللي جميل في هذه المبادرة هي أنها ما كتقتصرش على الأطفال وعلى التلاميذ، وإنما هي منفتحة على المجتمع بصفة عامة، على الأمهات والآباء حتى هما اللي كيجيو يزوروا هذا المعرض، وتا هما كيستافدوا من هذه الورشات، وتا هما كيتعرفوا على هذا التنوع الثقافي والتنوع الحضاري للمغرب. وكتبقى الأيام هذه مفتوحة اليوم وغدا ان شاء الله، وغادي تفتح الامهات والاباء باش حتى هما يتقاسموا معنا هذه التجربه هذه اللي كنديروها، واللي لقات السنه الماضيه واحد استحسان كبير من طرف جميع الفعاليات ومن طرف جميع الشركاء اللي اثروا لنا هذا العمل. ومن هذا المنبر لابد ما نتوجهوا بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الحفل، وعلى راسهم السيد المدير الاقليمي الراعي لهذا الحفل، وايضا المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي والاطر التربويه بطبيعه الحال. وكنشكركم انتم كمنابر اعلاميه على هذه التغطيه، والسلام عليكم. الاستاذه يمكى رشيده، استاذه تعليم الابتدائي بمدرسه سيدي عبد الله. تفعيل احكام القانون الاطار 51/17 والمتعلق بمنظومات التربيه والتكوين، وخاصه المشروع 10 و17 في اطار تجديد شرط اللواء الاخضر لمدارس الايكولوجيه، كتنظم مدرسه سيدي عبد الله بالانفتاح على العالم الخارجي خصوصا مع الجمعيات وزان اللي كتقدم المنتوجات ديالها اللي باش تعرف التلاميذ على المنتوجات ومختلف المنتوجات، وخصوصا ان قلنا تجديد اللواء الاخضر اللي كياكد وكي على التغذيه السليمه. وهذا المعرض اللي كيقدم زيت الزيتون، الزيت، الكسكس، الخبز الى اخره. انا ان شاء الله تاهو حنا قدمنا هذا المعرض هذا، يعني كنا بشراكه مع جمعيه وزان. كتكون منطقه
هي بالضبط السنه الماضيه كانت وزان، وحتى هذه السنه وهي جمعيات مختلفه، كل جمعيه وحده. يعني السنه الماضيه كانت جمعيه وهذه السنه جمعيه اخرى. السلام عليكم، منتصر الزمزامي، مشرف تربوي بالمؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي. في اطار التعريف بالموروث الثقافي لاطفال التعليم الاولي، نظمت المدرسه الابتدائيه سيدي عبد الله بشراكه مع التعاونيه الفلاحيه دار الواد بوزان يوما احتفاليا سيمكن الاطفال من اكتشاف الموروث الثقافي لبلادهم واكتساب القيم المواطنة التي تدرس لهم ضمنيا في مقرراتهم الدراسية من جهة، وسيمكنهم من جهة أخرى التحسيس بالتنوع الثقافي لمختلف المدن والقبائل المغربية. واليوم تمكن أطفالنا من اكتشاف الثقافة الوزانية المغربية الأصيلة بما فيها الرقصات واللباس والأكلات إلى غير ذلك، وشكرا. السلام عليكم، معكم زينب مقبول، مربية التعليم الأولي بسيدي عبد الله، مؤطرة ورشة تربية النحل وإنتاج العسل. مرحبا بكم اليوم معنا. اليوم غادي تعرفوا معنا من ضمن الورشات، تعرفوا معنا على ورشة العسل والمراحل اللي كدوز منها إنتاج العسل إن شاء الله. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.